بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، نظمت المحافظة مبادرة نشجع روح التطوع في إطار دعم وتشجيع المبادرات الاجتماعية لإشراك المتطوعين من نطاق المحافظة الجنوبية لأجل النهوض بالعمل التطوعي وتعزيزا لدور الشراكة المجتمعية مع جميع فئات وشرائح المجتمع. وأكد سمو المحافظة أن هذه الفعالية تأتي في إطار ما تقوم به المحافظة من أدوار تصب في التواصل مع الأهالي وتطوير العمل التطوعي والارتقاء به من خلال إبراز إطار الشراكة والعطاء مع القطاع الأهلي والحكومي والخاص، منوها سموه إلى أن العمل التطوعي يعد المحرك القوي لكل ما يقوم به المجتمع من عمل إنساني وخيري واجتماعي في مختلف المجالات. كما قدمت فعالية نشجع روح التطوع مجالات للمشاركة في العمل التطوعي بما يسهم في تحقيق أهداف هذه الفعالية والمتمثلة في ترسيخ دور المتطوعين والارتقاء بمفاهيم العمل التطوعي والمشاركة في المجال الاجتماعي والخدمي والبيئي بتسجيل ما يقارب أكثر من 300 متطوع في اليوم الأول. وعبر المتطوعون عن سعادتهم في التسجيل والمشاركة في مبادرة نشجع روح التطوع، مشيدين بما يقوم به سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة من مبادرات جليلة في مجتمع المحافظة، مؤكدين أن فتح هذا المجال للتطوع في عدة برامج وفعاليات يعزز العديد من الإسهامات في برامج الشراكة المجتمعية من أجل خدمة المجتمع بكافة الفعاليات طوال العام. أن تمثل هذه المبادرة مبادرة نشجع على روح التطوع من أهم المبادرات المعنية بالشراكة المجتمعية بين أفراد المجتمع في المحافظة الجنوبية، طبعا بتوجيهات من سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، تشجيعا ودعما تعزيزا لعمل روح التطوع في جميع المجالات الخدمية والبيئية وأيضا في مجال الفعاليات والبرامج. دائما متعودين على عملية التطوع، فأجد هذا التطوع عمل إنساني، عمل اجتماعي، عمل خدمي، عمل بيئي، مثل ما أنتوا حتى وزعتوا هنا الأقسام. بالعكس أنا هذه المبادرة جدا جميلة وأعتبرها فريدة من نوعها، لأنها يعني كتبت باسم المحافظة الجنوبية، فالمشاركة الحمد لله تجدين يعني أجد النجاح البرنامج بهذا الحضور الكبير لهذه المبادرة. لما أني إحنا ونضع حجر أساس شيء بسيط إحنا نختاره علشان نحن نرتقي في العمل في مملكتنا، فنبتدي من محافظتنا، فحابين ان اليوم احنا نشارك في هاي المبادرة ونثبت حق المملكة ان احنا ابنائها، عندنا كوادر بشرية متميزة تقدر ان هي تترك بصمة مو بس في محافظتها، ان توصل مملكتها للعالمية ان شاء الله. طبعا هذه مبادرة طيبة من المحافظة و ما شاء الله يعني لاقت استحسان من أهالي المنطقة، وإحنا يعني فخورين إن المحافظة قاعدة تهتم وتوصل يعني هذه التعاون والشراكة المجتمعية بيننا وبينهم.